كتاب كي صفات صوم النبي صلى الله عليه وسلم نبي سو اسو مجري وحانو اني مت قضب لحريره وقضب كوي لواتناد صلاه التراويح صلاه وصلاه يدل تكدو بشهر رمضان قده هيدا وحلي كلا لما تكدو لما تكدو شوال شعبان إلى آخر كصلاة لتكدا ما حالة تكدا أنكلية بشهر رمضان الضباء صلاة التراويح بقى إن أي شرعي تهي والجماعة اللي قلت كذا وحام موجيني حديث عائشة عائشة وحيلة رضي الله عنه وأرضاها نبي صلى الله عليه وسلم بوحو صبح هبين هبين هذا كم إذا مسجد كنت كذي ركبع كغض دي دي أولدت كذي سويح بعرن كلا غشاك يستوحى لرحالي وحاد أكتهين ما الله سعطان حالي إنه نبي صلى الله عليه وسلم مسجد كنت كذا وإنت سوقف إلدت كتي أبيك كوحي عدد كي إنك بضن بايمين وإلدت كذا هذا نشي كذا ويسيفا فتوي باهدي هذا نهبين كي سدحات سيدا صور كلام هبين كأفراد مركز لتو كذي أمل لكاري أيا ضدك آدي دوبتين كدي من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دي سوح مركو يمد أو ضدك صلاة دي كبحي وضدك انتو ساقوسو جيستي سيد عادة هاي والنبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله دي سي يو ما هكم بالله هذا الكيسي كذب الحر أما فإنه لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها وأن إذا الله السعداء بيري أقام قرصوني إن هل كان الدوكتان والتبنتهين لكن وحن كبق قيب بيري إلي دي كواجبيو دب النبي صلى الله عليه وسلم يضو حالد وإسداء تهيب ودنت صلاة ربي وسلام عليه مرك النبي صلى الله عليه وسلم جوجينت وجوجي ee sababta keentay inuu san la wadin ayaa waxay tahay maxay wuxuu ka baqay in hadii uu sii wado ay waajib ku noqoto mar hadii ay waajib noqotana ta ummadi ay sii wadi weydo taasu ka baqay salaatu rabbi salaamu alayhi kadib markii baqdintii laga baqay in la waajibiyo ay halka ka baxday oo ciladu ay tagtay laana saadqaanan al-illa tadur ma'a al-ma'luli wujudan wa 'adaman ومرحلة دماتي أيوحى لسوق قاري وقتي الخليفة أما به وحا إنتان يانا ليه نتاس أي عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه مركة الخليفة الراشد مركة أها سيدة أتنمامي أما سوء الشيقة أما أركة أتنمامي عبد الرحمن بن عبد القاري وحين وحا لصو بحي عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه هبين رمضان بقى هاي نزيد كان يمد بي كدي واحد أركي ردتك كوح كوح لو تكني قلن حقا سي كنت كنيسة قلن حقا سي كنت كنيسة كدي ما كان أركي بيري أي عمر الخطاب أي وحو يري كورن هدان إيه وقدنبا انتان مال إسوكو كانو هل جماعة أن كدي هل إمام أن أصم يكور كدي بعمر الخطاب رضو الله عنه قانكي وقاتي ردتك نوضة تكذا وحان إمام لو قديق أبي بن كعب كذب هبيك الكلام صاب حبي روحان الكبير وعمر الخطاب بن صرع إذا ضدك إتو كان يقو جماعة وهل إمامنا يكون دب إتو كان أبي بن كعب عمر الخطاب مرك أولي هو البدعة هذه أو نعمة البدعة هذه بدعة ذنبا وناكسن ومركا سوى تلمامي أولي مدى يكسي حانيا با كفض بضن مدى مركا أول كيد أسو إشتاقيا الضباء بدعاً وتلمام أيه عمر الخطاب رضي الله عنه تيل لغوية اللينغويستيك لأهيد هاي الأصل كان مس ومشروعه النبي صلى الله عليه وسلم بعث سمي استاجين تأم كاستاج النبي وكي استاج نوحة هاي ونن النبي صلى الله عليه وسلم حوقها أف أطر أمدي سأطر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص من عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة. مركز النبي صلى الله عليه وسلم سيدة حديث فربضان كم مقتة آياتنا كم مقتة يعني وحياه فربضان أو سنن دائمتان كود النبي صلى الله عليه وسلم وكب بقي إنه مدى الجوا الجبيو سادرت تبقى أطر صلاة ربي وسلام عليه. مركز هالكلام حكى قاعدة نيسا أصل صلاة التراويح إنه شيء مشروع يهي وأن بدعي دين كالجوس والدري اللي دي إنانا هين موضوع اسمك ومهم إن مركز دقيها الله فرو أنت الركعة اللي تكنوا ويسكو خلافين علماء ضب وحاسة نصوص تؤيت المانتا إنه النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة ركعة وتكنجري مركز ويترك على جرابه حديث عائشة كم وقته ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم أما رمضان هم نقطه أما يعني أنه قانن كو يتبرك على النبي مدى في انجري صلى الله عليه وسلم هذا انت آنا نصوصة سيدا أسي دادعين أو الضوط فربضان أين انجلين ولا له إيسان نقليا وحربا إن أنت المامو مركة إتاقنتها انت يرك عضاد أيال لتكني صلاة التراويح ذا لبن رأي أو إكستريم أه أو آدي أدوك لفوق بماشي إيماني قال أو أركا قفك يكو يتوانكا لبي يتوانكا لغا إني متدعين يهين أو صلاة دو إمامكا كاكوستا حرم يحل ماشي جوغان با قبال إسكفاريستا أما مسجد يدو صلاة دو إسعوتا شاكا ماشا كو قبصدا وقال سيدالي يقولك كله أوله لبعتن كهادات كير إنسان كوينن بل يرى له بضنة إن دهن متدعين باتي لبعض قلبا وحن تلمام لها وحي علمه ذو أجل هذين علي بن عثيمة رحمة الله عليه مركم مسألة وكهلي يحيري ويؤسفنا كثيرا أن نجد في الأمة الإسلامية المتفتحة فئة تختلف في أمور يسوغ فيها الخلاف وعادي وغمر غيسن هاي إن نمد كل حرقنه أرمى فربضا وخلاف كيذ بنانيا هاي إن آدي آد مركة وكالفوغانيا خلاف كاسنا وحو كان إن قلوبتي آد وكالفوغات الضباء وحاها بون مركة مسألة ذا إيادة إلا قد دكتون هذا مركة رأي جان له لغم بادين كارو كو يتوان كان لغام بدين كار هرتو كو هرتين نكو برارو نووي النبي صلى الله عليه وسلم مركي اللي ويديو لي صلاة الليل كور في النبي مثنى مثنى لبا لبا لو تكن صلاة ربي وسلام عليه نين كان سؤاش ويديني صلى الله عليه وسلم صحابي ويديني موسى قرنينين عدد كيد قفك أن كيف يذ قرنين إنو عدد كقرنين كواسي دارا يعني مثلا إن أنا بقوم بسيدة لو تكذو وأنا أقوم سيد لو تكذو رسول الله ورسول كان أولي لبالبا أتكو وقلتها إنه عدد كيدة قراني يعني إنه قراني إنت اللي تكني إنه كوي تمنتها لباطنتها صدنتها ما يما قراني حيا له الجهل بالكيفية هدي أيتها الجهل بالعدد أولى من الجهل بالكيفية قفكي قران وإهبك لو تكن لها إنه سن قرانين عدد كيد إنه سن قرانين هل كابيكو جرتا طوامد تكلا أرن كان إنه واسع يعني محمد جني طبعا هدي طبعا قلده كالإله النبي يقول فيه صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي سيدة آدي أركتان أنا أتو كان أتو كذا حديثا عام كي سماها محايا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم مرنا وترق شنبو كدي جيري مرنا تضبو كدي جيري مرنا سقالبو كدي جيري هدي مركة حديث عام كي سأنقاض أنه حائما نسب ويتري مر إن شاء الله قد يجو مرنا تضوا الله قد يجو مرنا سجال قد يجو عد هرك هلك تيرين مركا ملا مركا صلوا كما رأيتموني أصلي وفي الكيفية هبك أن أتكذو لكن عدد كمرك يتاجنت هاي أرنك إسجع فلا إلا ما ثبت إنه نصي ما ذم ويانه مثلا لما ضعفين كرا أفرق عضب سدح لما ضعفين كرا لما ضعفين كرا يوحي لما ذا هدي نص عد وي ما ذو وأرنك صاف جرح دوي ما ذو شيء كل هالكاس يكون حرميسا هالضبا وحها بون مركا مسألة يدو إسكا واسعة
oo fadligeedu uu ku jiro inaan ummadda lagu ceyriyeen. Saa darteed nabiga sal alay wasalam xadiis uu sheekh nasiruddiin saxiix ku tilmaamay baa wuxuu leeyahay: man qaama maca alimaami xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu layla. Qofkii imaamka la tukada ilaa uu salaada ka dhammaysto habeenka salatuleyl baa loo qora. Marka qofka la tukanaya imaamka oo salaada markuu la bilaabo hadduu imaamka 20 tukanaya la tukado ajirkiisuu leeyahy in laga hor istaaga maa. Mawduucaas marka waa mawduuc muhiim. Tarafka kale ee iyagu markay arkaan dadka ku gaabsanaya 11 weerarka ku qaaday iyaguna way gardaran yihiin. Waxay ku gardaran yihiin nabiga sal alay slam xadiidka hadda aan aqrinay Caaisha: maa kaana yaziidu fi ramadaana walaa fi gayrihi calaa 11 ragca. Xadiid baanu hayna uu nabigu leeyahay, kama Caaisha ay leedahay nabiga 11 ma dhaafin jirin. Haddaba inaad markiiba ula soo baxdid oo aad dhahdid maya ma aragtay, waman yushaaqiq alrasuul, ama aad dhahdid mathalan waman yattabi gayra sabiili lmuminiin nuwallihi maa tawalla, muslimiinta aad khilaafta weerar aad ku qaaday iyadana waa gardaro. Laakiin qoladan iyagu soo deliishanaya xadiidkii abu salama ibn cabdiraxmaan inuu caaisha u weydiiyey uu yidhi kayfa kaanat salaatu nabiyi sal alay wasalam, iyadana jawaabta ay bixisay. Xadiidka marka waxaa ku jiray: ma kaana yaziidu fi ramadaana walaa fi gayrihi calaa 11 ragca, 11 ma dhaafin jir. Laakiin maxaa daba taal: yusalli arbacan falaa tas'al can xusnihinna watuulihin, afar buu intuu tukado. Wuxuu yidhi maaragtay ay leedahay caaisha, haweydiin yani qurux badana say salaaduhu u qurux badnaayeen u dhaadheeraayeen, haddana afar buu tukan jiray. Yacni waa arin aan caadi ahayn habku u tukan jiray nabiga sal alay wasalam markay taagan tahay quruxda salaadu ay qabto iyo dhararkeeda, haddana saddex buu tukan jiray. Markaasaa waxaan nidhi buu yaa rasuul allah atanaamu qabla an tuutir. Markaasuu yaa caaisha ina caynaya tanaamaan walaa yanaamu qalbi. Waxay tiri rasuul allah ma iska seexanaysa adan watriga aadan tukan. Markaasuu yii anigu indhahay unbaa seexda mooyaane, laakiin qalbigii wuu soo jeedaa. Xadiidka marka waxaa muuqata haddaba qofkii dabcan leh 11 baan tukanaya oo salaada dheereeya, matalan marka juska lagu tukanayo ama dadka labada jus ku tukanayo oo kale, oo rukuucda la dheereynayo oo kale, oo sujuudda la dheereynayo oo kale, waxaa qurux badan in 11 lagu qabsado. Maxaa dadku haddii kale way daalayaan. Shafaqaduna waa muhiim, waa sababta keenta nabiga sal alay wasalam inuu dadkii salaada aanu la sii wadin waxaa keenay turis iyo dhimrina u dhimrinay ummaddiisa. Marka haddii salaadu ay tahay salaad sidaa aada iyo aada runtii loo qurxinayo, loo dheereynayo, oo qur-aan dheer lagu tukanayo, meelo waxaa jira saddex juus lagu tukado, meelo waxaa jira, markay sidaasoo kale tahay 11 la tukanayo. Laakiin salaadaha dadku markay tukanayaan ka bilaabaya alhaakum takaathur ilaa berbinaas lagu tukanayo, alhaakum qul huwallah ma aragtay walcasr qul huwallah lagu tukanayo, iyagu marka inay 20 tukadaan waxba kuma jabna, maxaa la salaadu marka way fududdahay. Haddaba mawduucaas waa mawduuc marka ahmiyaddiisa leh oo aan marka aan fahmin inaan ku baragnay ta. Walaakin culimmadu waxay yihiin culimaa usuul xadiidka leh nabiga sal alay wasalam ma kaana yaziidu 11 ma dhaafin jirin, waxay culimmadu yidhaahdeen waa ficilka nabiga sal alay wasalam. Ficilka nabiga hadduu yahana ficilku ma muujiyo inuu waajib yahay, ma muujino, maxaa yeele waxaa laga yaabaa nabiga sal alay wasalam inuu ku gaar ahaa sida ay tahay ma aragtay almasaa'il ama marka alqawaacid alusuuliya sida ay tahay. Haddaba أقوال العلماء المعتبرة وحكمي مثلا السرخسي مركو ليها فإنها 20 ركعة سوى الوتر ولواتن ركعة ضوات بير مركو وتر كلا قصار. ابن قدام وحو ليه سيدا أودار تا الإمام أحمد بن حنبل ولواتن ركعة بير. الإمام النووي وحو ليه أبو حنيفة إي الشافعي إي مالك انتو وحي ليهم نعركتي أما بحن أن لها ثوري بحو ليه أبو حنيفة إي الشافعي intuu waxay yidhaahdeen iyadoon waa 20 ragco marka laga saaro saddexda witriga. Imaam Malik isaga waxaa laga soo wariyey inuu leeyahay waa 36 ragcadood. Haddaba ijmaac almuslimiin buu leeyahay imaam Nawawi, wa madhabina oo shaaficiga marka la qabto waa 20 ragcadood oo 10 jeer la salaama noqsanayo, 2 ragca asalaamu calaykum, 2 ragca asalaamu calaykum, wax kada dawaali. Tayib haddaba culimmada marka rag fara badan oo salafkiya ayaa laga soo xigtay inay saa u tukan jireen, walidaalika alimaam Suyuuti axaadiis fara badan oo isugu jirta kuwa saxiixa iyo kuwa xasana intuu markuu soo aroorinaya halka. Wuxuu leeyahay Ibn Taymiya fi lfataawa
مجلد اللبات بقل عفريت وموحو اللي هي أن قيام من ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. قف كم موضة رمضان مركلة كانوا إن صلاة دي عدد قوان أي تهين ونبي قال يسو حكتي وأن لكردين كان لنا نقصان من كان قف كاسو وخل دمي بولي هل قام مركب حمكا قادرنا أن مسألة دا صلاة دا تراويح دا إن مثلا مثلا دو تكنو عدد قوان أنا اللي قحرين قف كي يراد كوي تون بهم قاب صدان إنو سحسين هي وعلى الله هين كردي هل قام حاد وقو استاكت ولكن إساقنا لقرب كوي تونك إن صلاة دق دق أني كجرين سيد النبي وأتو كنجر لو تكذو وعائشة إتري فلا تسأل عن حسنهن وطولهن إن حسنك نبي وناجنت وناجيني يدر كيدي إني وضط قف كيل هلا باتن بان تكن سيد حرمين كي مالك اللوغات تكذنا إنو صلاة دي سيساء أتو كنكر أرن كانوا متسع وكجرو والله بدا آني كينين إن ما أركتي لبدا جروب جيسا إزجش ما أركت قوان قوان إرديان قوان قوان إرديان إن يسأل إيمان ولا يقول حب رارو جد مدن بدنا وايد على قف كمركو إسكح ما سيسين هاي حتى هدي أني عن أي قوته إن الله تنك إمام كأن لا تكن وصلاة دي أنك جوستو طبعا وحا قروح بدن ضدك كلاي تكني إن احترام سيون احترامه لكن مزيد قيبتي سدام إتان فريسان أنه جروب أما قرآن قرء قاد أما أنه عنا أنشاكا كود القبصان أما تلفوننا كود الدرسان أما يوتيوب أنه قلنا أنه أمي سن وليها كان إلا تشويشي ما دام بدعاته كان عند تاسو ماها دين ما هذا أدو كو قرع سنتا الرأيق كو إتان لما رأفين كرو تكو بح إلهي كأقبل كان كلا إلا واتنك واتان هسيوت كلا واتنك واتا إمام كلا واتنك تكان يانا كوان دنبقى ذالفة دي يوسن هذا الحن أما كله هنا مر البابا هلا إلى اليوم مبدأ أخوضة وآه أباف وحو البابا كسره شيء والبابا إساقة كسره موضوع عصو موضوع أنا ربنا مركا إنه يسكو برا رجينه هدبا مرهتي أتفهمتي مثلا ذا يضا طبعا ولا لها كتاب إنه قرن حد مودا إنه آدي أدوك أدى أدقين كوي توانك إنه لدى فين كريم نصوص فربضان واعي تحين لكن نقاش دير مركا للاقة لو حد ريمي كرتا هلكا يقول ديجان إنه يسنهين قيبتها وحن نقول لما صلاة التراويح وحي نوهرسن زكاة الفطر يقيبتها الدنبو إلى هنا وبالله